السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تلامذتي الأعزاء، مستوى أولى بك علوم المرجع الكامل في اللغة، الصفحة 29 و11، نص ديال الخطاب الإشهاري مراكش. أنا قمت بتقطيره وفهمي وتحليلي وتركيبه في واحد الفيديو. دابا التلاميذ اللي زربوني على هذه الأسئلة، أنا تحت السمع والطاعة، ماشي مشكل، غير هويا باقا ما كملتهاش. دابا خذوا هذا الجزء والفيديو الاخر، تقدروا تلقاوه في الصباح ان شاء الله غدا، ديال بقيه الاسئله. حتى الا ما لقيتوش او ما توصلتوش بيه، بعض المرات كيوقف لي الفيديو ما كيوصلش ليكم. انا ما بغيتش نقرا باش ما يطوالش عليكم، انا غير ضغطوا عليه هكا وقراو. كنتمنى ان الخط يكون واضح، ما عرفتش واش الخط، واش الكتابه كتبان ولا ما كتبانش، حيت انا شويه شوف عندي ناقص. المهم ان تخطو على هذه الاجابه، على هذه الاسئله، هذه ديال صفحه سعود، نص مراكش وهو نص اشهاري، ووصله اشهاريه موفق بثلاثه صور. راه عليها هذه الاسئله كلها قائمه، ها هي. اذا انبعد هكا باش الا ضغطتوا عليه تقدروا تستنسخوا ولا تخرجوا. انتظروا باقي الاجوبه لبقيه الاسئله. اي سؤال كيف ما بغى يكون، الا ما فهمتيش كتبوا في التعليق غادي نجاوب عليه، يكون خيرا ان شاء الله. الله يجيب شي راسك ونشري شي كاميرا. المهم عندي هو انكم معايا مدعميني، وكنشكركم، كنشكركم بزاف على اللايك وعلى البارطاج، والله حسستوني بالسعادة، وحسست بأنني فعلا أم لأولاد وبنيات تيحترموني. شكرا بزاف، كنشكركم وتعاليقكم كلها كنقراها، حتى داك اللي بغى غير يقول شي حاجة وأنا مسامحه، لأني كنشوفه أنه باقي معلمتوش الحياة. الله يهديه، الله يهدينا، والله ينجحكم، الله ينجحكم أوليداتي، الله ينجحكم. انتظروا بقية الأسئلة هذه في فيديو القادم إن شاء الله.